ناقصاك انت كمان يا مريم، مش كفايه اللي انا فيه؟ ملك عليكم. ايه ملك اسود؟ مستر نديم الحق، ملك بتتضرب تحت. افندم ملك بتتضرب. طب بلغ الان بسرعه. الله الله، ده ملك، ده ملك، ده ملك. طب قومي معايا، قومي معايا، قومي معايا. هات العربيه بسرعه، اجري بسرعه. أنا فين؟ اللي جابنين؟ اهدي وطمني خالص، انت كويسة وبخير وزي الفل، ما فيكيش أي حاجة. هو إيه اللي حصل؟ ومين دول اللي عملوا فيا كده؟ ما تفكريش في حاجة دلوقتي. أنا ما أعرفهمش، هما مين دول؟ كانوا عايزين مني إيه؟ نطمن عليك الأول وبعدين نشوف الأسئلة دي. إيه يا مفيد؟ مبدئياً كدمات بسيطة هتتعالج بمرور الوقت، لكن عشان نطمن هنعمل إكس راي. جهزي لقطة الأشعة بسرعة وخلي حد من دكاترة العظام يجي لمكتبي فوراً. حاضر. اتفضلي. إيه أو هرجع لك تاني. أوكي. الحمد لله. ألم فظيع. مفيش حاجة إن شاء الله. مش فاهمة ايه اللي حصل، وهما كانوا ماشيين ورايا ولا كانوا عارفين اني جايلك ولا كانوا مستنييني؟ مش قلنا ما نشغلش بالنا دلوقتي؟ مشغلش بالي ازاي؟ دول كانوا عايزين يموتوني. انا اول مرة اخاف كده. في واحدة فيهم قالت اسمي، الاسم. اللي يعمل الهملة دي مش راجل، اللي تبعت ستات دي اكيد واحدة ست. انا مش عارفة، مش عايزة اظلم حد. لا دي واحدة عارفة كويس قوي ان انت جايلة وعاوزة تمنع انك تشتغلي معانا تحت اي ظرف من الظروف. ايه الكلام ده يا امير؟ تهيألي هي دي الحقيقة يا مستر نديم، وبكرة البوليس يأكد كلامي. بوليس؟ لا بلاش بوليس. بلاش ليه؟ انت مش عايزة تعرفي مين عمل فيك كده؟ طبعا عايز اعرف. بس ايه؟ مفيش داعي، مفيش داعي للبوليس. الله، مفيش داعي يعني ايه؟ ده زمان امن المجموعه بلغ. لا الحقيهم يا اميره لو سمحتي، الحقيهم اقول لهم مفيش داعي. انت في حاجه خايفه منها؟ لا مش خايفه من حاجه، بس بعدين. لا يبقى في حاجة أنت عارفاها ومش عايزة تقوليها لنا زي ما تحبي. ملك، أنت خايفة اسم مستر نديم يجي في أي حاجة ويحصل شوشرة؟ بصراحة بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي مخوفاني. في حاجة تانية بس مش عارف أقول عليها دلوقتي. خايفة تكون رشا هي اللي عملت كده زي أميرة ما بتلمع؟ لا أنا دماغي ما راحتش لرشا خالص، أنا دماغي راحت لحد تاني. حد تاني مين؟ ها وقلت له إيه؟ قلت له اللي حصل. بعد ما وصلت حضرتك شركة نديم بيه رحت مشوار ورجعت بعد نص ساعة، وفضلت قاعد مستني حضرتك تحت لغاية ما بتوع الأمن حكوا لي على كل اللي حصل وادوني عنوان المستشفى، جيت على طول. أكيد رنا كلمته، ما كنتش عايزاها تعرف حاجة زي دي. تلاقيها مخضوضة دلوقتي، كفاية اللي هي فيه. لقيتي لي الموبايل؟ يا حبيبتي السكيورتي لقوه، لقوا السيديهات اللي كنت بتسألي عليها وطلعوها من المكتب عندي. طب كلمها لي، كلمني رنا بسرعة. مش معايا رقمها. هات هات يا
رب بس ما يكونش قال لها، اصل انا عارفه اسلوبك كويس، وانت ما كانش مفروض تقول حاجه زي دي قبل ما ترجع لي الاول. حاضر. تليفونها مشغول اكيد بتطلبني. كلم الرقم اللي كلمك منه حازم، قول له ان انا كويسه وانك فهمت غلط وان انا في ميتنج. يلا اطلبه من بره يا ناصر. حاضر. بقول لك رامي هريني مكالمات ومسجز، اعمل ايه اقول له؟ لا ما تقوليش حاجه لحد يا اميره، مش عايزين نعمل مشاكل للراجل. كفايه انه سايب مكتبه وشغله، مش راضي يمشي من هنا غير ما يطمن عليا. طب عايزه اقول لك بقى، شكلها رشا مراته هي اللي عملت فيكي كده. زي ما قلت لك مجرد كتابات بسيطه. يعني تقدر تخرج النهارده؟ طبعا تقدر، بس انت ما قلتليش مين الست دي وحكايتها وايه سر اهتمامك الاوفر قوي بيها. اوفر ايه يا مفيد؟ ست جايه تشتغل معانا ضربوها قدام شركتي، اسيبها؟ لا طبعا وتيجي ما يصحش. ده انت توصلها لحد هنا، تقعد تطمن عليها، تقفل موبايلك، الدنيا تتقلب حواليك، محدش يعرف يوصل لك. ايه اللي حصل؟ انت ما قلتليش ليه انك رجعت لرشا؟ هي كلمتك؟ لا مش هي، لوجي. من ساعة ما رجعت من المدرسة بتحاول توصل لك، مش عارفة. عايزة تقول لك سمعت ايه من الشغالين في الفيلا بخصوص مامتها. ما تقول يا مفيد حصل ايه؟ رشا اتقبض عليها.